طيب برضو كرة السلة في أسبانيا وفي اليونان كرة متطورة بشكل كبير يعني، من الممكن وفرنسا في الدول الأوروبية بشكل عام، من الممكن إن احنا نشوف الكرة الأفريقية، أو إمتى نشوف الكرة الأفريقية كرة السلة الأفريقية بتتطور لمستوى أكبر من اللي هي فيه دلوقتي؟ أعتقد هناك عوامل كثيرة مختلفة فيما يتعلق باللاعبين. هناك لاعبين كبار من أفريقيا لديهم أو تطوروا بصورة كبيرة، وهناك من يلعب في بطولة الـ NBA وبعضهم يلعب في بعض البطولات الأوروبية الكبيرة، ولكن ربما على مستوى الفرق الوطنية الأمر أكثر صعوبة أن نرى فريق أفريقي ينافس الفرق الأوروبية الجيدة أو ربما بعض الفرق الأمريكية أو الكندية أو أستراليا. لهذا هو صعب، هناك عوامل كثيرة ربما فيما يتعلق بالفريق، أن يتم تشكيل فريق بشكل عام. لا أستطيع أن أحدد فرق أو عوامل في حد ذاتها، ولكن أفريقيا من المناطق التي ينظر إليها الجميع لجلب لاعبين جدد لتطوير فرقهم، وبالتأكيد أفريقيا مكان ربما يمكن أن يتطور فيما يتعلق بكرة السلة، وسيتطور في السنوات القادمة.